أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. لَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء بآياتنا إلا الكافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. أخرج لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. سوف لا أطيل إن شاء الله. كنتكم في الهيئة كفاءات عالية ونبحث كذلك عن كفاءات أخرى الحمد لله الموجودة عندنا في سويسرا. نحن في حاجة ماسة إلى حفاظ خصاص كثير من يقيم في التراويح هنا في رمضان. والحمد لله ما حصل هذا اليوم يبشر بالخير، نتائج صادقة ومستوى مرتفع. حضرتم في
في الطبق الثاني كان خاص والحمد لله أساتذة وأساتذة شيوخ وشيخات إن شاء الله وقعوا وأجاء حضروا هذه وهم من حكموا ما شاء الله كانت المعدلات مرتفعة بكل قبيل بخوزة النقطة على 100 هناك من حصل على نقطة 100 وهذا أفرحنا كثير وهنا وليس أحد حصل أقل من 50 نقطة هذا فرح جدا ثم الهيئة تأسست في سنة 2019-28 أبريل بهذا الشهر تقريبا وكذلك في شهر رمضان منذ ثلاث سنوات تأسس هذا المركز. Je parle peut-être en français un petit peu aussi pour ceux qui ne comprennent pas. Donc, on a créé l'instance suisse il y a 3 ans. Je suis président, mais je ne suis pas le meilleur. On est ici dans l'instance suisse du 5 rang des chouyours et cheikhat, des spécialistes qui ont le ijaza, ou plus que ijaza. Que ce soit dans le Coran, dans une lecture ou plusieurs lectures, qara'at, et aussi ils ont ijaza fi sharia ila akhir. وكذلك في التفسير ما شاء الله نسيب الاخر ما زي ما اختصاصي في التفسير ما شاء الله وهذا يبشر في هذه البلد صار الحمد لله كفاءات عالية. في أبوس الحمد لله دونك الهيئة مستقلة استقلالا لا تنتمي إلى أي اتجاه سياسي أو فكري كتاب الله القرآن الكريم هذا النور الذي بيننا ونريد كل إنسان أن يسعد بهذا القرآن بهذه المعجزة التي أعطانا الله عز وجل معجزة السعادة تكون إلا بالقرآن الكريم السعادة والفرح والإيمان والعقيدة الصحيحة تكون بالقرآن الكريم أنا نوصل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهداف هذه الهيئة خدمة كتاب الله خدمة كتاب الله علينا أن نفهم تفسير تجويد علوم القرآن كثيرة كما راح نوقف الابتداء رسم إلى آخره سوف نعطي هدف في التخصص كذلك الحمد لله في هذه الليلة المباركة عندنا عدة مجالس المجلس العلمي ما شاء الله ولا يدخل المجلس العلمي إلا أن يكون حائز على إجازة أو أكثر من إجازة وهذا بضوابط صارمة ولا يكون عنده أي خلفيات نريد الاستقلالية التامة في هذه الليلة المباركة نريد فكر نظيف فكر يتطرق إلى الواقع ولا ينتمي إلى أي اتجاه فيه بعض الشوائب نريد استقلالية والكمال من الله عز وجل هذه الفكرة والأهداف لنا أن هذه الهيئة من سويسرا تكون مستقلة ونؤكد على هذا ماديا حتى لا يكون مال يأتينا من الخارج والحمد لله الله هو الرزاق هناك مجلس علمي هناك مجلس إدارة هناك مجلس تنفيذي وكذلك عدة رجال لجنة التدبر هذا نفتخر به لجنة التدبر كما ذكر الشيخ منذ قليل لابد أن نقرأ ورتل القرآن ترتيلا الله عز وجل يقول يأمر فهم الإنسان أنه من الواجب عليه إذا كان مسلم ينتمي هذه الأمة أمة القرآن الكريم لابد أن يتدبر يفهم أمر من الله عز وجل واتلوا ورتل أفلا يتدبرون أفلا يتدبرون القرآن لهذا عندنا مجالس تدبر الحمد لله معنى هذه المجالس باللغة العربية وباللغة الفرنسية وبمنهجية محكمة كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وكما ذكر الشيخ إذا فهمتها الشيخ يعطي آيات يحضرها شباب يرتلها لأن عندنا كذلك في هذه الهيئة مجالس التدريس تدريس القرآن الكريم لا بد أن ننطق كما نطق الرسول صلى الله عليه وسلم تصحيح تلاوة لا بد لهذا من أراد أن ينضم إلى الهيئة إن شاء الله
أو يتسجل الحمد لله عبر زوم أو كذلك في بعض المساجد التي الحمد لله بدأت تنتمي إلى هذه الهيئة المباركة. فنحن نقول لا نتاجر إلا مع الله عز وجل، لا نتاجر مع أحد. والأكثر والأغلب أمهات والأخوات والشيوخ يقولون هذا لوجه الله عز وجل. لهذا نشكر كذلك، لا أنسى أشكر الأباء والأمهات الذين يسهرون على تربية هذه الناشئة، هذا الجيل في المستقبل يريد جيل يفتخر بأنه مسلم بهوية إسلامية في هذا المجتمع، والحمد لله في نفس الوقت يكون فعال منتج بهذا المجتمع، يكون توازن، تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك، ولكن نحسن في كل شيء. وهذا هو المسلم الذي يكون يحسن في بلده. ونريد وهذا الهدف، نريد أن كل واحد جار في العمل يقول هذا مسلم، أنا أريد أن يشتغل عندي، ما شاء الله تدبير. نقلب الموازين التي تشوه الإسلام في عبر مواصل تواصل عبر الآلات تواصل، نريد أن نقلب هذه الموازين. أنا يؤلمني أن أسمع منذ بعض السنين أن 40% من سويسرا لا يريدون أن يكون مسلم جار، هذا يؤلم، لا يكون مسلم جاره. وهذا نشر في مجلات وفي أبحاث لسوسيولوج علم الاجتماع كتب، نريد أن نقلب الموازين، نريد المسلم الحمد لله أن يكون يجلب الآخر، يحبب إليه الآخر بإذن الله. الجار في العمل في المدرسة مسلم، أنا أطير بها لأن عنده مبادئ، عنده أخلاق، عنده بس. من أين أتى؟ من القرآن الكريم. دونك جو با فيغ اون بوغلون جو بوغيزي باسكو جو ليس شيخ بن الكريم موجود هنا معنا. دونك جو ريزيم اون فرونسي. On a les conseils scientifiques, on a trois. Quand on a un conseil scientifique, Cheikh Samir Jarazi, monsieur Tekalama tout à l'heure, après Inch'Allah. On a un conseil administratif que je préside et aussi le bureau exécutif. CCMM, le directeur et le responsable de cette mosquée, ce lieu, c'est grâce à eux qu'on fait aujourd'hui ce concours, cette rencontre, qu'Allah le donne la force et le plaisir et le bonheur et qu'il continue, Inch'Allah. Et je remercie aussi, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, les parents, bien sûr, et les maîtres, et les assistants, ceux qui ont formé ces jeunes qui ont récité aujourd'hui, Masha'Allah, comme je dis, la qualité. Et ceux qui participent, vraiment, je remercie, je ne vais pas citer les noms, parce qu'ils sont nombreux, les membres du ISS, c'est l'instance suisse du Saint-Coran, je les remercie infiniment, ils ont fait du boulot, vous n'imaginez pas le travail qu'ils ont fait. Ils ont réussi, Inch'Allah, à avoir 5 omras. Aujourd'hui, il va y avoir 7 omras qui vont être distribués. On a consacré une seule omra pour la lecture. Peut-être l'année prochaine, on fera plus. Soyez indulgents avec nous. On n'a pas les moyens. On aimerait bien que vous fassiez d'abord une évaluation de ce qui s'est passé. Aussi pour ceux qui veulent s'inscrire, devenir membre aussi de l'instance du Saint-Coran, et ceux qui veulent être des donateurs, donc ils vont nous aider aussi, parce qu'on a besoin des budgets. D'après Allah, on demande à personne, mais c'est vous, vous comprenez le résultat. Si vous donnez un sou et les multipliez par 700, voire c'est Allah qui va donner, surtout pendant le ramadan. Vous avez déjà entendu plein de conférences là-dessus. Sur... Et ensuite, pour le prix de troisième place, avec 130 sur 180, Ali Fapé. Deuxième place, avec 140, Sabri. Et Maïda Abdelrahman. Mohi Din Prem. Il est là, il est parti, je ne sais pas.
القضية. Pour ce niveau, le premier. Voilà, l'oulière a été.